حصيفة أكبر طبيعي جدا، مدن كبيرة، بوبيلاسيون أكبر، وسائل النقل أكثر، استهلاك أكثر طبيعي جدا، باش تلقى صفر فيه شوية، باش تلقى تقنين أو توزيع بكميات محدودة. هذا الكل يخلي المواطن يتصور حاجات اللي هي في الحقيقة ماهيش موجودة. نعقلوا استهلاكنا، نرشدوا استهلاكنا، تو كل شيء يتعدى لاباس. شكرا. كان معنا مباشرة السيد رمزي المحمدي رئيس الغرفة الجهوية للوكلاء وأصحاب محطات بيع المحروقات بالجهة. هذه الصورة المباشرة من أحد محطات بيع المحروقات بجهة القزري، تقريبا معناها بعض السلع كلها متوفرة ما عدا بعض الاضطراب في التزود بنبت البنزين اللي باش يتواجد بعد سنة. هذا واللي باش يتوفر بعد سنة بعد طلب من أصحاب محطات بيع الوقود. هذه الصورة المباشرة من أحد محطات بيع المحروقات بمدينة القزري، واللي نعاود نذكر أنه يبلغ عدد محطات بيع الوقود العدد الجملي 5 محطات باستثناء محطة السادسة، هذه ما زالت أشغل. هذه الصورة المباشرة، الحركية عادية، العمل بشكل عادي دون سقط طبيعي. هذه كانت نقطتنا المباشرة اليوم من أحد